هشام باركي، حصل شهادة الدكتوراه، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب. يعني بعد مرور الحول الرابع لازلنا نعقد اجتماعا خاص بشوارع الرباط بعدما وجهنا مجموعة من المراسلات للفرق النيابية البرلمانية والنقابات والمؤسسات الحقوقية والدستورية ومجالس الدولة المغربية. لحد الساعة لم يفتح معنا أي حوار جاد ومسؤول، وبالتالي فإننا ندق ناقوس الخطر. الدكاترة المعطلون عبارة عن قنبلة موقوتة بإمكانها أن تؤثر المجتمع المغربي. نحن الآن نعيش مجموعة من تدني مستوى المعيشة، ارتفاع مستوى البيروقراطية وكذلك الكليبتوقراطية، تدني مستوى الديمقراطية، الفساد، الانتزاع، الابتزاز، ضعف الشفافية السياسية، الريع، انتشار الفساد بأخطبوطه وبكل أشكاله وأنواعه في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإداري. الموظفون الأشباح ينخرون المؤسسات العمومية في المغرب، بينما الدكاترة المعطلون الذين أفنوا زهرة شبابهم وأعمارهم لا يزالون يتعرضون للقوات القمعية من طرف جلاوزة القوات العمومية. وبهذا نعلن الرأي العام الوطني أننا لن نخلي شوارع الرباط إلا بإدماجنا في الوظيفة العمومية بما يتناسب والسلم الاستدلالي أو بالأحرى انتداء في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي. كما نحيي جميع المنابر الإعلامية والأقلام الحرة النزيهة والنخب الوطنية من الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والسياسيين الشرفاء وكذلك نتضامن مع كل الحركات الاحتجاجية الشعبية المطالبة بالعدالة والكرامة والعيش الكريم. المنتخب المغربي بطبيعة الحال نهنئه، وإن كان قد في تصنيف الفيفا قد احتل المركز 11 عالميا، ولكن للأسف الأوضاع في المغرب لا تبشر بالخير. التعليم في المغرب يحتل 101 على المستوى العالمي حسب مؤتمر دافوس. المحاربة المؤشر إدراك الفساد، المغرب يحتل 89 عالميا حسب معهد غالوب. السعادة في المغرب كذلك المغاربة يعانون من السعادة تزامنا أو ينعكس طرديا مع ارتفاع معدلات القلق والحزن والكآبة. أما مؤشر التنمية البشرية فالمغرب يحتل كذلك 123 عالميا حسب مؤشر الأمم المتحدة الإنمائي. لهذا السبب، لهذه العوامل الذاتية والموضوعية، لا يزال المغرب يتذيل مؤشر التنمية البشرية على مستوى العالم. كدكاترة معطلين وكأطر وخريجي الجامعات والمعاهد المغربية لن نخلي شوارع الرباط، وهذه رسالة واضحة إلى الحكومة ومن يعنيهم الأمر. هذا ما مضى حق وراءه مطالب، وتحية للحياة اليومية وشكرا جزيلا. هرموش غيتا تنظم الاتحاد الوطني للدكاتره المعطلين. جينا اليوم كنكملوا الوقفات ديالنا للمده ديال هذا مثل 3 سنوات. حنا جينا لهنا بعد ما درنا معهم كاع الحلول، راسلناهم جميع المراسلات، ما بغاو يديروا معنا حتى حل، ما بغاو يجلسوا معنا، ما بغاو يهضروا معنا. لا الوزاره اللي فاتت لا هذه الوزاره هذه، ما كاين حتى حاجه من الجهه ديالهم. جينا كنوقفوا لحقاش حنا عارفين ان ما كاين لا مباريات لا حتى حاجه. حنا عارفين المستوى كيفاش يدوزوا المباريات، هو اول حاجه تيقول لك سيروا المباريات، وهذاك ماشي حل. وحنا ما كرهناش ندوزوا المباريات، ولكن تكون واحد الشفافيه والمصداقيه، وهذيك الحاجه اللي ما كايناش حنا عندنايا. وهادشي باش جينا تنوقفوا هنايا، وحنا راه ما غنمشيو من هنايا حتى يلقاو معنا حل. جالسين واخا نمشيو ونعاودوا نجلسوا ونعاودوا نوليو، راه جالسين حتى يلقاو معنا شي حل. ابراهيم بوحياه، عضو الاتحاد الوطني للدكاتره المعطلين. جينا اليوم كدكاتره معطلين للرباط. قبل ساعات من الان كنا في المعتصم امام وزاره التعليم العالي حسان. شبهنا هنا بجحافل القمع التي أجلتنا وجعلتنا نخلي المكان الذي كنا فيه أمام وزارة التعليم العالي بحسان. والآن نحن أمام قبة البرلمان نطالب بحقنا في التوظيف، نطالب بحقنا في اجتياز مباريات عادلة، مباريات تسودها الشفافية والديمقراطية والمساواة. نحن كدكاترة معطلين في المغرب نعاني الويلات ثم الويلات جراء هذه البطالة المزمنة. لذلك نطالب كل الغيورين في هذا الوطن الحبيب أن يهملوا على لم شمل ملف هذه الفئات ديال الدكاترة المعطلين في المغرب. الدكاترة خريجي مختلف الجامعات المغربية، سواء كانت هاد التخصصات علمية وأدبية واقتصادية وسياسية وحقوقية،
يطالبون بحقهم في الكرامة، بحقهم في الإدماج في مراكز البحث وفي الجامعة المغربية. وشكرا. الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين جاء مرة أخرى باش يقوم بواحد الوقفة نضالية أمام قبة البرلمان بسبب تجاهل الحكومة للمطالب ديالنا القانونية والدستورية. يعني أزيد من 3 سنوات وحنا كناضلوا هنا في الشوارع ديال الرباط، ما لقيناش، لقينا غير الأذان الصماء وما لقيناش شي حوار جدي تفتح مع هؤلاء الدكاترة، مع هؤلاء الكفاءات. نحن الآن نناشد الحكومة مرة أخرى، نناشد المنتخبين الموجودون في البرلمان بصفتهم ممثلي الأمة أن يجدوا حل هؤلاء الدكاترة لهؤلاء الكفاءات المغربية الذين يقضون يعني زهرة شبابهم هنا في الرباط، عوض أن تستفيد منهم الدولة في تكويناتهم. يعني كنلقاو أنهم كيتقمعوا هنايا في شوارع الرباط. المرجو فتح حوار جدي مع هؤلاء الدكاترة وإدماجهم في الجامعات المغربية واستفادة من خبراتهم ومن كفاءتهم بصفتهم خريجي الجامعة المغربية وخريجي مراكز البحث في المغرب.